بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. استكمالا لموضوعنا فيما يخص الفيزياء الحديثة والفلسفة، نتناول في هذا التسجيل تطور النظريات في طبيعة النور. أنا هنا كتبت النور كما ترجمها الأستاذ المرحوم عبد الكريم اليافي في كتابه تقدم العلم، وهو مقصود فيها الضوء لأنه هي دارجة أكثر في هذا الإطار، لكن هو كما ألمحت في التسجيل الأخير اشتق كلمة النور من التعبير القرآني عندما قلنا عن السنة وسمى الفوتون السنية، كما كان يسميه من يقرأ هذا الكتاب. جميل جدا فعلا، وأنا أعتبره هو أجمل ما كتب في عالم الفلسفة العلمية الحديثة باللغة العربية. هو عبارة عن خلاصات أفكار لهذا العالم الكبير الذي درس الفلسفة ودرس العلوم ودرس علم السكان والإحصاء، وكان من أوائل الطلاب الذين تخرجوا في جامعة السوربون في باريس، وله طبعا أياد بيضاء على الجامعة السورية، كانت تعرف وقتها أو ما تعرف حاليا بجامعة دمشق. تطور النظريات في طبيعة النور بداية، نحن الآن قد نكون يعني إلى الآن ربما لا يعرف ما هو الضوء، رغم أنه يوجد هناك نموذجين، دعنا نقول بالفارسية نموذج أو أصلها نموذج، أو بالعربية مثالين، له مثال الجسيمي والمثال الموجي. لكننا هنا الآن نود أن نتطرق كيف أن هذا العلماء بنوا تلك النظرية. كان السؤال دائما كيف ينتشر الضوء في من منابعه وكيف يصل إلى العين. لا جرم أن الضوء منذ أقدم الأزمان شغل الفلاسفة والعلماء وجعلهم يتأملون ماهيته ويفسرون بها أحيانا حقائق الكون، حتى نسبت بعض النزعات الفلسفية إليه مثل فلسفة الإشراق. وليس هذا طبعا غايتنا ولا ما نريد أن نصبو إليه في هذا الإطار. نحن نريد أن ندرس، هو يتسمى فلسفة علمية لكن أنا برأيي هي التفكير العلمي. ربما يسهل علينا أن نبين تطور النظريات الحديثة باعتماد على انتشار الروائح وتأثيرها في حاسة الشم، وعلى انتشار الصوت وتأثيره في حاسة السمع. فالمادة العابقة تصدر جزيئات تشيع في الهواء حتى تمس عصب الشم فتؤثر فيه، ويستمر الإصدار حتى تنفذ تلك المادة العابقة. والعكس ذلك المنبع الصوتي، فإن صوت الجرس إذا قرع مثلا لا يحمل علينا شيئا من مادة الجرس، لأن الجرس يلبث حقبة متطاولة من الدهر دون أن ينفذ، ولكن جوانبه تهتز عند القرع وتضطرب، أي تنشأ حركة اهتزازية تتأثر بها طبقات الهواء الملامسة فتشترك في هذه الحركة لتنتقل على هذا الشكل انتقالا حتى تنتهي إلى الأذن فيحصل الإحساس بالصوت. طبعا هنا يعني المادة العطرة هي عبارة عن مثلا نفرض أننا حرقناها، نفرض أن البخور، فيستمر بالانتشار إلى أن تنفذ المادة نفسها. هذا من في حاسة الشم. في حاسة السمع كمعروف موجة صوتية، الموجة الصوتية تحتاج إلى وسط ناقل، وغالبا ما يحدث في الاستماع من خلال الوسط الناقل المعروف وهو الهواء مثلا، لكنه ليس وسط الناقل الوحيد للصوت. وعندما يحدث عندما ينفذ ينفذ عفوا عندما ينفذ إلى طبلة إلى الأذن، يضرب طبلة الأذن فيحدث الأصوات وذلك المعنى اللغوي لها. لا يشترط أن يكون معنى لغوي لكن نتحدث عن الحديث. طيب، إذا هناك نسب بداية طبيعة الأمتنج أو ما يعرف بالانتشار. لو أردنا أن ندرس الانتشار، الانتشار السؤال الأول، الانتشار كيف انتشر الضوء النوعي؟ ما يعرف بالإيميتنج، قالوا مثلا عن الضوء بداية أن الشمس إما أن تصدر كجسم العبق جزيئات سريعة، هنا اشتقت يعني أحدث مثل حاسة الشم، أن تصدر جزيئات سريعة تصل إلى العين فتحدث الرؤية. إذا الانتشار يزعم أننا صدور جسيمات سريعة
فتصل إلى العين فتحدث الرؤية، تصل العين، تصل العين فتحدث الرؤية. طيب هذا كان عندي المثال هو الانتشار. وإما أن تكون كالجرس تهتز اهتزازا خاصا، أو يعني يوجد عندي oscillating أو اهتزاز، اهتزاز oscillating. oscillating فتصدر عندي يعني على شكل موجة، فتصل إلى العين البشرية أو إلى العين بشكل عام، فيحدث عندي الإبصار، وتؤثر في الطبقة الشبكية للعين كما تؤثر الصوت في طبلة الأذن. إذا نستطيع أن نقول هنا، لاحظ بما أنه عندي جسيمات، يعني عندي هنا جسيمات وعندي هنا موجة، أنه في عملية الانتشار يوجد عندي مثالين سأحاول أن أصغر الشاشة الآن. يوجد عندي هنا مثالين في عالم الانتشار كما يقال. عندي المثال الأول الإصدار الجسيمي، وهو ما قال فيه هنا. دعنا نقول نحن ندرس طبيعة العلم هنا كما نسب إلى الغرب، لكن هو له جذور عربية أصيلة، لكنه طبعا الغرب لا يعترف بهذا الكلام. الجسيمي قال به كابلر، قال به نيوتن، وقال به لابلس، أنه طبيعة الضوء الجسيمي، لكن غالبا ما نسبت إلى نيوتن بصورة أكبر، وتلخص بأن الضوء ناشئ عن انتقال جزيئات مادية تصدرها المنابع الضوئية، وتختلف طبيعة هذه الجزيئات باختلاف ألوان الضوء، إلا أنها تنتشر جميعا وفق خطوط مستقيمة تسير بسرعة واحدة في الفراغ. إذا هي زعمت أنه جسيم، الجسيم يصدر من مكان يختلف، يعني تختلف خصائصه وتختلف خصائصه باختلاف لونه. هذا هو كان عندنا الجسيمي. دعونا الآن نقول الآن المثال الموجي. الموجي قال فيه رينيه ديكارت صاحب مذهب الشك الشهير، هايجنز صاحب المذهب البصري أيضا الشهير، وأويلر وفرانل، كلهم من الناس الذين لهم مجهودات في تفسير طبيعة الضوء، ولكنه غالبا نسب يعني أو أشهر ما نسب إلى فرانل. طيب بأن النور عبارة عن اهتزازات، أو الضوء عبارة عن اهتزاز موجة، اهتزاز أو موجة يعني ينتقل على شكل موجة في الفراغ، ولطبيعة يعني لطبيعته الموجية شبه يعني بالصوت. الصوت كما قلنا هنا الموج شبه بالصوت، الطبيعة الموجية للضوء شبه بالصوت. الصوت يحتاج وسطا ناقلا كان هو الهواء أو الخشب أو أي، فشبه لأنه ينتشر في الفراغ. إذن هذا الفراغ لابد أنه مملوء بماذا؟ مملوء بوسط. هو بالنسبة لنا فراغ، إذن هناك وسط خفي علينا اسمه الأثير. يعني نقول هنا الأثير آثر.
إذن هذا الأثير هو مطية الضوء. يعني الضوء يركه حتى يصل إلينا، وهو الوسط الناقل. طبعا هذان المثالان لهما أصل سابق في الكتب العربية، فقد كان العلماء والباحثون يرون أن الضوء إما أن يكون كيفية، وإما أن يكون أجساما صغار تنفصل عن الجسم المضيء. وفي كتاب الشفاء الشهير للعالم ابن سينا شرح الاعتبارين لغيرهما مناقشات جمة، ويقول المؤلف في بداية الفصل الثاني، من منكم يملك هذا الكتاب؟ بداية الفصل الثاني في المقالة الثالثة، ما هي؟ ومن الناس من ظن أن النور الذي يشرق من المضيء على الأجسام ليس كيفية تحدث بل تحدث فيها، بل هو أجسام صغار تكون منفصلة من المضيء في الجهات ملازمة لأبعاد مفروضة عنه تنتقل بانتقاله، فتقع على الأجسام فتستضيء بها. ومن الناس من ظن أن الضوء في الشمس ليس إلا من شدة ظهور لونها. طيب، هذا الكلام من المهم على يعني الطالب أن يعرف أن لهذه المادة أو لهذه الأفكار أصول عربية. ولا يخفى عليكم بأن في عصر التنوير، رينيسانس تايم، في أوروبا، كثيرا ما اعتمدت الكتب العربية في هذا الإطار، بالذات كتب الفلاسفة مثل ابن النفيس، الرازي. هذه من الكتب التي وابن رشد عني فيها الغرب بشدة وأعطوها قيمة. طيب، ماذا يحدث الآن؟ دعونا نذهب الآن. أن أشاعت نظرية الإصدار حتى نهاية الإيميتنج، هذه هي نظرية الإصدار، كانت إما روج إما الجسيمي، شاعت حتى نهاية القرن الثامن عشر. عندما أقول القرن الثامن عشر فأنا أقصد 1700 مثلا، 1700 إلى 1799، ليس 18، بسبب سلطة نيوتن العلمية. لم يكن هناك عالم يجرؤ على مخالفة نيوتن ذلك العملاق العلمي، بيد أن التجارب التي أجريت في مطلع القرن التاسع عشر في تداخل الضوء وانعراجه واستقطابه، وهي التجارب التي أداها يونغ وخاصة فرينل، استحال تأويلها، تعذر تفسير نظرية الإصدار، لذلك رفضت وحلت مكانها نظرية التموج أو نظرية الموجات. إن الضوء في رأي فرينل حركة اهتزازية تقوم به جزيئات الأثير، كما يهتز قضيب الفولاذ إذا أثبت أحد طرفيه وأزيح طرفه الثاني عن موضع توازنه. يعني هو يشبه الضوء بأنه مثلا هو عندي بهذه الصورة، عندي هكذا، فنحن ضغطنا على هذا القضيب الحديدي فيستمر بالاهتزاز، فيستمر بالاهتزاز أعلى وأسفل بهذه الصورة. هكذا هو شبهه فرنل. ولما ينتج عن هذا القيس صوت أوداوي عند اهتزازه، إذا كان الطول مناسبا فكذلك يحدث الضوء من اهتزاز الأثير إذا كان توتره مناسبا أو تردده مناسبا. وعمل نظرية الموجات إلى مختلف الظواهر الفيزيائية في مباحث الضوء الهندسي الجيومتريكال أوبتكس، فشرحتها من هذه الوجهة، وشرح زيادة عليها حوادث التداخل والانعراج والاستقطاب، أي الضوء الطبيعي أو الفيزيائي. وكان العالم الإنجليزي الشهير فاراداي منذ أول القرن التاسع عشر قد أراد أن يشرح كيف ينتشر التأثير الكهربائي والتأثير المغناطيسي عن بعد، فرض لذلك وسطا مبثوثا في كل مكان دعاه السيال المحرض. إذن هذا ما سماه السيال المحرض، فكان لابد من السؤال عن هذا السيال، هو ذلك الذي يصفه فرينال أم غيره؟ كانت الكهرباء والمغناطيسية منفصلتين، فقرنهما فارادي وأسس الكهرومغناطيسية. إذن كانت الكهرباء تختلف عن المغناطيسية، لكن فارادي العالم الإنجليزي الشهير ضمهما إلى بعضهما بعضا. طبعا فاراداي لاحقا استعمل أعماله ماكسويل وأسس البعد الرياضي أو القامة الرياضية للنظرية الكهرومغناطيسية. كان فاراداي قد ابتدأ عاملا بسيطا في المخبر وانتهى عالما من أكبر علماء الفيزياء.
لكن فاراداي معروف عنه انه هو هاون، يعني كان يستخدم التفكير او التامل العميق للاشياء، لكن كان ينقصه الرياضيات. هناك lack of mathematics in his talent كما يقال بالانجليزيه، فكان ينقصه كثير من الرياضيات. لو كان يملك رياضيات اعتقد لكان هو من قدم لنا المعادلات المعروفه باسم معادلات ماكسويل. لكن اخذ ماكسويل بحوثه النظريه ووضع قوانين الكهرومغناطيسية ونسبة النظرية الكهرومغناطيسية إليه، وهي ترى أن الموجات أيضا في انتشار الضوء، ولكنها تعتبر الموجة الضوئية تنشر ساحة كهربائية وساحة مغناطيسية. إذا ماكسويل أو نظرية الكهرومغناطيسية، دعنا نقول إلى ماكسويل، يرى مثلا بأنه أنا عندي هنا موجة هنا كهربائية باللون هذا اللون الذهبي، وعندي هنا موجة كهربائية، الموجة الكهربائية بالرمز E، الموجة المغناطيسية بالرمز B، يراهما بهذا الشكل. هما متعامدتين، زاوية بينهما 90 درجة، ومتحولتين بصورة دورية، ودور كل هنا دور الموجة الضوئية. إذا هما لهما نفس السرعة، سرعة الضوء سي، التي قيست لاحقا وجد أنها تقريبا 3 ضرب 10 أس 8 متر في الثانية. طبعا استخدم هذه الأفكار، نحن ندرس البنية الفلسفية لهذا الموضوع. إذا ماكسويل استخدم أفكار فاراداي، استخدم أفكار ماكسويل العالم الألماني هيرتز بالتجربة في إنتاج اهتزازات كهرومغناطيسية تنشر أمواج لها خصائص الضوء، وكان لهذا الكشف أثر كبير في العلم والصناعة. كان أساسا اختراع اللاسلكي والمذياع الراديو ودعامة قوية للنظرية الكهرومغناطيسية، وعمم العلماء النظرية فاعتبروا الإشاعات المختلفة هي الأمواج الهرتزية والأشعة تحت الحمراء والطيف المرئي، الطيف المنظور، الأشعة فوق البنفسجية والأشعة السينية والأشعة وال وباقي يعني الطيف الكهرومغناطيسي، تنطلق من العناصر المشعة واعتبروها كلها من نوع واحد، أي أمواج كهرومغناطيسية. إذا ماكسويل أجا لاحقا عندي هيرتز، فأسس الخلفية الصناعية، استخدم المعادلات في الصناعة، عمم العلماء اعتبروا كل موجة، كل ضوء هو عبارة عن موجة كهرومغناطيسية بكل أشكال الضوء المرئي وغير المرئي، ورتبوا له شكلا معينا. طبعا لهذه النظرية أصبح الآن تطبيقات واسعة ولها محاسن يمكن دراستها بصرف النظر عن افتراض الأثير وعن اعتباره مادة متضاربة الصفات تملأ جوانب الفراغ وتكون مطية لانتشار الضوء. استبعد الأثير، سندرس لاحقا كيف أن أينشتاين نفسه كان من في نظرية النسبية استبعد، يعني لو كان الأثير موجودا فهو لا يحمل أي أثر على سرعة الموجات. وتتخذ النظرية بذلك شكلا مجرد أن يقربها من نظريات الفيزياء الحديثة، أي تصبح عبارة عن جملة معادلات، بين أن هذه النظرية لم تستطع على محاسنها أن تشرح تبادل الطاقة بين المادة والإشعاع. أها هذه هو يعني ما كان موجودا، أنه عندنا المعدن، الظاهرة الكهروضوئية، المعدن في ذلك الوقت طبعا، أنه عندما سلط الضوء على سطح المعدن ماذا يحدث، لماذا ينبعث؟ أو عندما هذه التجربة الشهيرة، ما الذي يحدث؟ لم تفسرها، لم تستطع أن تعطي لنا تفسيرا في هذا الإطار، لأنها فرضت بأنه موجات، لكن هنا سنرى لاحقا كيف أن أينشتاين فرض أنها جسيمات، وبعد ذلك دي بوي كيف أنه مزج بين الطبيعتين الموجية والجسيمية للضوء. إذا وكذلك لم تستطع نظرية الكهرومغناطيسية أن تشرح ظواهر جديدة شاهد العلماء مثل مفعول كيمبتون والمفعول رمان، ولم يتيسر فهمهما ولا تعييلهما إلا بالعدول عن نظرية الموجات سواء كانت كما تصورها فرينل أم كما تصورها ماكسويل، والرجوع تقريبا لنظرية الإصدار التي كان يقول بها نيوتن، وهي أن الضوء مؤلف من جزيئات صغيرة، أو على الأصح للأخذ بنظرية الكوانتا أي نظرية الكم، وهي وثيقة الأواصر بنظرية الإصدار، لأن النور أو الضوء صار يعتبر ذا صيغة جيبية، وهي عبارة عن حبات تسمى الفوتون، وكما سماها المرحوم عبد الكيمياء في سينيا كما أشرنا لها سابقا.
أرجو في النهاية يكون التسجيل قد أفادكم. لا تبخل علي بعمل الشير واللايك، اشتراك في القناة، كتابة التعليقات، طرح الأسئلة. أشكر لكم حسن استماعكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.